والله اليوم سعيد بانضمامي لفريق الاسماعيلي، شرف ليا، وان شاء الله نأديو اللي علينا ان شاء الله باش نقدموا الاضافه للفريق ان شاء الله. لا والله هذا كنت في فريق مالاغا، فريق اوروبي، في اختلاف شويه في العقليه، في النظام شويه. واليوم انا لما تلقيت العرض من الاسماعيلي انا قررت، وهذا فريق كبير في مصر، فريق معروف في افريقيا، وانا متحمس لهذه الفرصه، لهذه التجربه، وان شاء الله نكون عند حسن الظن الجميع ان شاء الله. نعم، ممكن في كاس العرب وين فاز اتحاد العاصمه بالضربات الجزاء، كاس العرب هذيك، متذكر المباراه هذيك. اذا الجمهور هو جمهور معروف في مصر، معروف في افريقيا، جمهور كبير يعشق الفريق تاعو، يسانده، ان شاء الله نديروا اللي علينا ان شاء الله باش نسعدوا هذا الجمهور الكبير ان شاء الله. والله ان شاء الله نأديو موسم كبير ان شاء الله، نرجعوا المكانة تاع الاسماعيلي، وان شاء الله ننافسوا على الاشياء ان شاء الله مميز ان شاء الله. الوضعيه اللي راهو فيها ما يستاهلاش، هو وضعيته باينه ان شاء الله في المقدمه، ان شاء الله ان الكل يمد الكل اللي عنده ان شاء الله باش يقدم الاضافه ويكون عند حسن الظن، ونرجعوا الفريق المكانه اللي يستاهل يلعب فيها. الجمهور ان شاء الله راح نديروا اللي علينا ان شاء الله باش نفرحوه، ونقولوا بلي ساندنا حتى الجوله الاخيره ان شاء الله، ونكونوا ونساعدوه ان شاء الله. ان شاء الله نديروا اللي علينا ان شاء الله باش نفرحوكم ان شاء الله.